بس هتعزمني على السينما. بس بشرط. واثق يكون عندهم علم. مين فيكم اللي طبخ النهارده؟ انا. تسلم ايدك. امال مين اللي كانت طبخه امبارح؟ هناء. اكلها ماسخ هناء. اصلها بتقلد وصفات التلفزيون. صفاء اختي قالت لك؟ قالت لي على ايه؟ ما انت عارفه صفاء. صفاء حاف كده؟ قصدي الانسه صفاء. تيجي المحل كلها مع البيع والشراء. اشترينا ايه؟ بعنا ايه؟ لينا ايه؟ علينا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش اوجي. يعني ايه؟ ابسط يا سيدي. عملناك شريك بالمجهود، ليك الربع، وكل واحدة فينا ليها الربع، زيك زينا يعني. هيولد أصول، بس على فكرة الواد له قد البت مرتين. طب أرسل، زي ما كده طلع المستخبي اللي جواك، تاخد ربعين ليه؟ كنت ابن أبونا وأمنا؟ هو ده بسات الإحسان؟ يا نسوة فوق والله العظيم بهزر معاكي، هزار، أنا قلت أتبسط معاكي. وبعدين أنا اللي عايز لا ربع ولا تمن. كل اللي أنا عايزه إن أبقى في وسطكوا وبس. ولو عايز يبقى لك ربعين مقدور عليها. مش فاهم. دورها في دماغك وانت تاكل. بس انا مخي على قده لا مؤاخذة. يعني لو عايز يبقى لك نصيب فوق نصيب. ويا عالم هيكون نصيب اني واحدة. فهمت؟ بس يعني انت هتوافق عليا ولا ده ملعوب منك؟ يخرب بيت اهلك اذا كان ليك اهل، يا واد ما انا راضيه بيك من سنتين فاتوا، اوعى تنكر اللي بينا يا سعيد، والمخزن يشهد. انا ما كنتش اقدر اقول لا. ولا انت ما كنتش بتتبسط؟ أنا مبسوط عشان انت مبسوطة. اه يا دلالة زي القطط تاكل وتمكن. انت واقف اهو. انت واقف. اسمع منك جوابك النهائي. اسمع مني في المخزن. مش المزاج. انا اللي اقول اه وانا اللي اقول لا. سعيد ما تخلينيش احطك في دماغي. معقولة الفوضى دي يا سعيد؟ يا ناس صفاء مفيش فوضى، يا دوب اخلص من زبون الاقي التاني. اساعدك بس نخلص من الفوضى دي، والحاجه اللي ملهاش لازمه ندخلها المخزن. تعالى ورايا على المخزن. ده ايه مكركب هو راخ؟ عن اذنك. ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واختفي نص ساعة. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون الجو حر بدخل المروحة. ايه رأيك يوم الأجازة نرتب المخزن سوا؟ اعملي معروف يا الصفاء، خلي الأجازة أجازة. اه أنا نسيت إنك عندك معاد في السينما.
لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بنت صغيرة وتخاف علينا لما تروح لوحدها. وبعدين أنا اشترطت موافقتك. عشان كده أنا استجدعتك. أنت فاهم الحكاية؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني انك انت ماسك المحل وروحنا في ايدك وكده. تسمع مني الكلام المظبوط بس انت سري. يا سعيد ما انا صرحتك بكل حاجة، يعني عيب لما تشك في اخلاصي والله. صفاء ما تنفعنيش، اكبر مني بكذا سنة وبعدين مش حلو. وانا ما نفسيش اقول ايه. حلالك يا حلالك. طب وفاء ايه اخبارها عندك يعني؟ ما اختك كنت عارفها اكتر مني. وفاء اختك دي عامله زي الطرخه صنفرات فاشله وجديده. بصراحه البعد عنها غنيمه. لما انت البرنسيسه بتاعتي. مرة غير أي يوم تاني. اللي يحصل بينا لازم يبقى سريع عشان أمورنا تمشي تمام التمام. طب أنا كده على فكرة هتأخر على السيما. نروح السيما يلا. ما بدري.